عمر بن حمزة. اسم ديالو؟ محمد بن حمزة. محمد. محمد بن حمزة ساكن دوار تجالة، جماعة وقيادة العين الحسن، إقليم تطوان. المستوى الدراسي ديال محمد المستوى الدراسي ديالو عنده ثانية بكالوريا، ثانية بكالوريا يعني لا عمره مسقط. عمره مسقط. نعم، كيطلع المعدل المسكين مزيان، كيجيب 14 15، لأن في القسم كان مشاهد، لأن كيقرا مزيان، ولكن هاد العام مسكين مرض، وعنده واحد العام ديال المرضي في 2011، لأن كان سبق له مرض وكان مشى من الرباط وما كانش يقرا في هذيك العام، هو اللي بقى موقف. دابا مسكين هو مسكين هيدا، هو مريض هاد الحالة، والأمنية ديالو كاملة كيقول خصني أنا خصني نستراح ونقرا ونكمل القراية ديالي. شحال هو على هاد الحالة هذا؟ هذا من رمضان، في رمضان كان كيقرا، كيقول لي بدا كيضعف، ما عقناش فيه اللي مسكين اللي مريض وكذا، قلنا الامتحانات وكذا شويه، يقول لي با انا رجلي كيخوى بيا، انا كنصطم على رجلي كي، ولكن في العيد بدا كيتقيا والحاله ديالو ما هادي، ورديناه من الرباط، ديناه من الرباط قالوا لنا خصك ديروا هذا السكانير وديروا هذا التحاليل وكذا، وملي درنا له السكانير ورجعنا من الرباط قالوا لنا راه مريض بالورم سرطاني، راه عاودوا اللي كسبق له مرض فيه في 2011. ايوا من رمضان هنا وحنا كنطلعوا من الرباط، صيفطونا لطنجة، جينا لطنجة من لوبيطار ديال زايد اللي جا في طنجة، من تما قالوا لنا نمشيو للكلينيكا في الغندوري، مشينا للكلينيكا ديال الغندوري، داروا له شي حصة تما، من تما قال لك خصني نرجع للرباط، رجعنا للرباط، اللي رجعنا حاليا للرباط ديال المستشفى ديال المولاي عبد الله. ما كاينش الاهميه، الولد كيعطوا له الدواء عادي بسيط، دوليبران، كيقول لك شهر الموعد عاد اجي، الساعه اللي كنمشيو شهر نجي كيستقبلونا شي، كنبقاو تما ثلاثه ساعات اربع ساعات، والولد كيتضرع في الكميه، وملي كيجي الطبيب كيقول لك واش سير من دابا شهر عاد اجي، والولد ها هو الحاله، ها هو انت كتشوف الحاله ديالو هي هذه، ودابا في الدار هو كيعاني، والرانديفو مازال كعطيونا شهر وربع ايام، عطيونا 40 يوم ديال الرانديفو، وحنا باقيين كنتسناو الرانديفو، ودابا واخا كيوصل الرانديفو كنطلعوا كنمشيو للبلاصه ديال الكونترو عادي، كيجي الطبيب كيقول لك المناعه ديالو ضعيفه، يمكن لك خصك لان تردوا دابا شهر عاد اجي، ودابا هو كينقص. انا كنطلب من المحسنين ومن المسؤولين ديال البلاد ومن جلالة الملك الله ينصره، لأن هذا الولد يشوف من حاله يوقف معاه، ما يضيعش في شبابه وفي قرايته، الحالة ديالو أنا مألم، وخوته مدمرين والدار وكذا، والولد كيموت في الدار حتى يدي، وانا كنشوف يعني بدون جدوى كندهن الصينية ديال الرمل، كيقولوا لي احنا ما نقدروش نحاديوها، لان السيد كيدير واحد المجموعه ديال الدواء وكذا، وامراض السرطان احنا ماشي اختصاصيين ديال امراض السرطان، خصك اللي اختصاصي امراض السرطان. رجعت للرباط بغيت نقلب في شي كلينيكا، مشيت ديال المستشفى العسكري اللي في الرباط، قالوا لي خصك تمشي للمولاي عبد الله، مشيت للمولاي عبد الله عاون نفس الشيء، مشيت للكلينيكا ديال اكدال، انا بغيت كلينيكا، قالوا لي الولد ما عندناش هنايا، ما خصو الطبيب الاختصاصي ديال امراض السرطان، وانا هذا امر طبيب امراض السرطان باقي ما عرفتوش انا واش عندنا في المغرب، ولا يمكن ما كاينش، لان كيقول لك خصنا طبيب امراض السرطان، ولكن فين هذا الدكتور ديال امراض السرطان؟ انا دابا عاجز على الطبيب ديال امراض السرطان اللي خصني نجبره في المغرب. كيتصلوا بنا المحسنين زعما قصروش معنا، ومؤخرا اتصلت بنا السيدة الله يجزيها بخير، هي من الكتابة ديال الديوان ديال وزير الصحة، وعملت معي اليوم غادي تقلب على الدوسي ديالو في مولاي عبد الله، وحنا كننتظرها لله يكون شي خبر مزيان وكذا. انا ما كنطلب حتى شي حاجة، الولد يكون تحت العناية الطبية اللي لازم خصو يكون فيها، ودابا حنا كننتظروها كعلى الله تتصل بينا مرة ثانية، وطلب الولد يمشي من الطبيب يكون في الطبيب كلينيكا وكذا، حنا ما خصنا لا ماديا، ولا انا ولدي خصو يكون تحت العنايه الطبيه، هذا هو المطلوب ديالي انا يعني من المسؤولين ديال الدوله. نعم، هذا الرانديفو اللي كنطلعوا كاملين، ولدي كيعاني بهم بالاهمال والاهمال والاهمال، ما نقدرش نصفر لك انايا ملي كنطلعوا من الرباط كيفاش كنتلاقاو، واش هكذا كيتلاقاو الاطباء والمسؤولين بديك المقابله هيدا، كيتلاقاو الناس اللي كيكونوا مرضين بامراض السرطان، وخصوصا اللي يكون السرطان في الراس وفي هذه الحاله هذه.
النداء نت... ديالي الاخرين، لان عندي دابا الثقه في صاحب الجلاله والملك هذا الولد ما يضيعوش. النداء ديالي الا كاينه شي جمعيه الولد يمكن كان النداء ديال الاخرين يخرج على برا يتعالج، لان وصلت هنا لان ما هنا ما كاين حتى شي حاجه هنايا. هذا هو النداء ديالي، يخرج على برا. وهاد الكتيبه ديال ديوان ديال الوزير كاع الله تشوف من حل هذا الولد المسكين ما يضيعش في هاد الشباب ديالو هذا.